مجلس إدارة شركة السادات الوطنية بتهني النادي الأهلي. يتقدم مجلس إدارة شركة السادات الوطنية بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهيره العريضة بالحصول على البطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا. وأشاد مجلس إدارة شركة السادات بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة النهائية أمام فريق كايزر تشيفز وإصرارهم على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم بأداء ولا أروع والفوز بالنجمة العاشرة عن جدارة واستحقاق. وثمن مجلس إدارة شركة السادات على جهود النادي الأهلي وتشريفه الكرة المصرية من خلال كونه دائم التواجد على منصات التتويج بالفوز اليوم بالأميرة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه بعد أشهر قليلة من الإنجاز العالمي الذي تحقق بأقدام لاعبي النادي الأهلي بالحصول على برونزية مونديال أندية والمركز الثالث على مستوى العالم بعد تغلبه على نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. وأكدت شركة السادات في بيان لها على اعتزازها بهذا المستوى الرفيع الذي قدمه النادي الأهلي مشرفا الكرة المصرية عبر أكبر الأندية الأفريقية والعالمية ومقدما صورة حضارية مبهرة عن الرياضة المصرية ورموزها.